وفاة الأديب يوسف إدريس، مفكر وأديب من أبرز كتاب القصة القصيرة في الأدب العربي. ولد في قرية البيرم بمحافظة الشرقية في مصر، وتخرج بكلية الطب في جامعة القاهرة سنة 1951. أصدر مجموعته القصصية الأولى عام 1954، له عدة مجموعات قصصية وعدة روايات. كتب أيضا في المسرح عدة مسرحيات، وقد ترجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية. توفي سنة 1991 عن عمر ناهز 64 عاماً.